كلمة خدت جزء وسبت جزء يا جماعه. ده حتى توقف الماء ممنوع عند الدرجه الثانيه. ما طب ما فيش توقف او وحياه ربنا ايه يعني بيعذبوهم ولا ايه؟ لا يعني عشان يبقوا يعملوا جمعيه ثانيه. كمل كمل يا كابتن اسلام. يا كابتن اسلام انا وراك لما خلي لك التغيير واحد بس. يلا كمل كمل. انت ايه اعمل ربط هنا وبعدين تيجي تقول لي خلاص يا جماعه القضايا الاهم من الانديه المنتظره تعالى بقى القضايا بس وخطورتها بقى وتقسيمه النسب والحدوته. ده لسه قصه ده الموضوع ده انت هتعمله امتى؟ فاللي انا عايز اقوله لك ايه؟ انا عاوز مثلا رابطه الانديه عشان تبرهن لي على الكلام ده والكلام اللي بدأ ده كله على راسي وسمعته السنه اللي فاتت. عاوز تطبيق. عاوزك تطلع لي لائحه وتقول لي اللائحه دي اللي هتمشي عليها المسابقه السنه الجايه ولائحه المسابقات بالعقوبات اذا ده كله لازم يبقى موجود عشان ما تقوليش اصل ما حدش شافها اصل ما حدش طلع اصل ما حدش راح اصل ما حدش جه. انت تقول لي الاول هتحمي الحكام ازاي؟ مداخلات المسؤولين وتشويه التحكيم بصوره اخرى. التحكيم المصري ما راحش كاس العالم يا جماعه. يا جماعه امر في منطقه يا جماعه الموضوع عدى عليكم وكان محدش ولا ولا, ولا امم افريقيا. انا كلمك ولا امم افريقيا. اسالك سؤال. الحكم الوحيد اللي كان موجود ابو الرجال عمر رفع. الراجل ابو الرجال راح مساعد بس. مساعد بس خلاص. انا اسالك سؤال. الكلام ده ما يخليكش انت كمسؤول تبقى قاعد واقف كده بتشوف العيب فين؟ في عيب. وعيب ايه؟ عيب خطير جدا استاذ محمود. انك انت لم تحمي التحكيم بتاعك لانه كل الاستادات اصاب بره. ده اللي بنى عليه حكايه التحكيم لما قلنا عايزين حكام اجانب لاضافه للتحكيم المصري مش عشان حكايه مين يجيب اجانب ولا لا. ده اللي بنى عليه ان حكامنا مطلوبون. حكامنا رايحين كاس العالم. تعالى عليه كده. والله والله اللي مطلوب يا كابتن. انت دلوقتي جيت عملت الرابطه يا عم ادي الرابطه ولا لو سمحت يا رابطه اتفضلي كمان لجنه التحكيم طوري لنا التحكيم لو سمحت. قول لنا كده احنا بعد ما رحناش كاس العالم ودينا خدنا كرسي في الكلوب اعمل لك هات لنا حد من بره يمسك اللجنه لو ما فيش حد وياخد كده ومعاه ناس وقول لنا يطور لنا الحد ما طوروا التحكيم وحط لنا بند الغريب ده. انت عارف والراجل قاعد بيدير الحاله ده عارف السبب ايه وده عارف وانا عارف كل اللي في الشارع واللي حوالينا عارفين انه ده مش هيحصل. ليه؟ لانه في مصر مش مصالح. لا ده مساله عدت المصالح. بص يا محمود مش الحكايه ان احنا لازم نعضد بس رابطه الانديه نعضدها ونقول لها حقوقها فين الحقيقه لانه هي برضو مقابل فرحتها بدءا من ان يبقى عنده مقر خارجي وده كلام مش صح مع احترامي يعني لازم ياخد مكان في اتحاد الكره هذا حقه. على ده المبنى القديم ده يصلح للروابط وهيبقى في اتحاد جديد اللي عمالين يصرفوا عليه ده راجل وهدوا اوتيل سليم وبيعملوا اوتيل غيره وقصه كده كبيره يعني كتير يا ريس. المهم يعني انك تاخد دور. عايزين نعضدهم بقى عشان مش كل شويه يسلبوا حقوقهم في حاجه. لازم ياخد لجنه الحكام والمسابقات ويجري تطويرها زي ما انا متاكد انهم محتاجين الفار يبقى احدث نسخه. على فكره الشركه اللي رموها وقالوا ده هي اللي عامله للامانه ما بتاخدش فلوس حتى الان وكل الحكايه انها ما تجيبش العربيات الجديده وحتى الان تنتظر وعلى مسؤوليتي اتحاد منتخب عشان تصرف مستحقاتها. تخيلوا طيب. خلينا نقول قبل الافكار بقى فكره اخيره بقى نعمل الحكام لجنه مستقله. مستقله يعني يعني ملهاش علاقه لا مستقله في قرارها وازاي تطور تبع نفسها تبع لمين يعني تبقى مش تبع لمين لازم الرابطه زي رابطه هي مستقله زي رابطه ما هي مستقله تبع مستقله هي مستقله هي مستقله كتكوين بس مين هيصرف عليها مين هيصرف عليها مين هيصرف لازم تبقى تبع الرابطه ماشي تبع وتجيب لها انت تطورها ما انت مين هيحاسبها طيب لازم تجيب اسالك سؤال جالك في مشروع واكاديميه الحكام تعرف فيها كم حكم من ابناء الحكام 60 حكم من ابناء الحكام 60 واحد عارف يعني عمليه وراثه بس على فكره مفيش مانع بس لو كويس انا ما عنديش اختلاف يا كابتن انا بقول لك انه ده غلط بس اقول لك ايه زي ما انت مسيطر ادي فرصه للناس الثانيه ادي فرصه اغري لاعيبه الكوره اللي بيبطلوا مثلا بانك تديه دلوقتي انت رفعت المباراه 7000 جنيه في المباراه الواحده وحمل الرايه 5000 ومش عارف مين 3000 مش عارف مين 4000 وعمال توزع يا عم في الالاف ماشي ربنا كده الناتج هو انا مش في صالحي ان يبقى الحكم بتاعي رقم واحد طبعا